تطوير التعاون القائم بين سلطنة عمان وجمهورية إندونيسيا وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بحثها مع الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة خلال استقباله الدكتور محدين نائب رئيس مجلس النواب الإقليمي بجمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له. واعرب معاليه عن تطلعه للمزيد من التطوير للعلاقات في شتى المجالات وفتح مسارات جديده للتعاون المشترك بين البلدين الصديقين